هل هناك إمكان لأن تنسخ السنة القرآن؟ هذا ما ذكرناه قبيل قليل. الحنفية يقولون لا، السنة الأحادية لا تنسخ القرآن، لا ينسخ القرآن إلا السنة المتواترة والمشهورة، تسامحوا مع المشهورة، المتواترة معروفة، الحديث المتواتر أو السنة المتواترة هي أن ينقل أيها الإخوة جماعة تحيل العادة في معتاد الأحوال، هذا مستحيل، هذا معنى تحيل، يعني تحكم عليه بالاستحالة، تحيل العادة تواطؤ مثلهم على الكذب لاختلاف ربما منازعهم، لاختلاف قبائلهم أيضا، لاختلاف أشياء كثيرة ومشاربهم، مستحيل أن يجتمع كل هؤلاء لكي يأتفكوا هذا الإفك المبين، وعلى من؟ على صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. لكن شرط التواتر أيها الإخوة أن يكون موجودا في كل الطبقات، كل الطبقات لابد أن تكون منقولة نقلا متواترا بجماعة التواتر، وأن يكون منتهى ما نقل، منتهى ما نقل الحس ليس العقل، يعني لابد أن يرووا شيئا أيها الإخوة مما سمعوه مما رأوه، وليس شيئا يحكم به العقل مثلا، ونقول هذا من باب المتواتر، هذا ليس من باب المتواتر، وأن يكون منتهى نقلهم الحس. هذا هو التعريف الإصطلاحي. إذن ما هي السنة المشهورة؟ بقي أن نعرف السنة المشهورة، وهذه قسمة الحنفية. جمهور العلماء تحدثوا عن سنة أحادية ومتواترة، القسمة ثنائية. قسمة السادة الحنفية ثلاثية، وهم مولعون بالتقسيم لدقتهم، الأحناف عندهم دقة غير طبيعية في علم الأصول، على كل حال مولعون بالتقسيم. قسم السنة إلى أحادية ومشهورة، وأرفع الطبقات على الإطلاق المتواترة، والمتواتر ليس من إيه؟ من مباحث الإسناد أيها الإخوة، يستغنى في التواتر عن البحث في الأسانيد أصلا، انتبهوا، لذلك هو ليس من علم أصول الحديث، المتواتر ليس من علم أصول الحديث، وإنما يذكر هكذا استطرادا للتبيين، وإلا هو لا تتعلق به القواعد المعروفة في نقد السند والمتن، في نقد السند والمتن، هكذا قالوا، والله أعلم بحقيقة الأمر.